أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. قبل سويعات من اللقاء الذي جرى بين رئيس المخابرات الخارجية الروسية الأس في آر سيرجي ناريشكين من جاء ورئيس سي آي إي الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، لاحظنا أمرا أساسيا: تفجير اسطنبول من جهة، هذا التفجير الذي خلفه الأمريكي، خلفه تماما من استخبارات البنتاغون التي تلعب دائما خلف السي آي إي. السي آي إي تريد إنجاح المفاوضات وراءنا الدي آي إي التي تعمل على توازن آخر، السيناريو الآخر في حال فشل هذه المخابرات، وهي التي أرسلت وقبل سويعات كردية بجنسية سورية. وأهم من كل هذا أنها تحت تدريبات أمريكية مما سمي بالقوات الخاصة للاستخبارات أو الاستخبارات الخاصة، عناصر مسلحة للاستخبارات الخاصة الكردية، والتي تجمع كل من الأحزاب وتعمل على أساس أنها هي وحدات خاصة، استخبارات كردية تجمع أكثر من حزب. وهذه هي أحلام البشير التي فجرت ميدان تقسيم. إذن كانت الرسالة الأولى دموية، وعندما استطاع الأتراك وبفضل معلومات روسية وبعد تدقيق 1200 فيديو، وجدنا أن هناك من وراء كل ما يجري، خصوصا بالنسبة للاتصالات الأخيرة والتي دفعت التنظيم إلى محاولة اغتيال التي قامت بالتفجير. على أي حال، هذا في تفصيل ل21 عنوانا اقتحم في حينه، وهذا كله قبل وصول ويليام بيرنز وبعد وصول ناريشكين. هذه للعلم فقط، هذه أدق معلومة يمكن الوصول إليها. إذن هذه نقطة. النقطة الثانية أن الدي آي إي حفظت على أي تنازلات في هذه الجولة، لأنها كما قال جون كيربي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، رجل البحرية ابن 59 سنة والذي بكى قبل 6 أشهر على ما يفعله بوتين بالأوكرانيين اليوم، وفي إطار وقف إطلاق النار على الحدود الحالية، رفضت استخبارات البنتاغون مثل هذه الدعوة، وقالت بالحرف وبتعبير جون كيربي أن الولايات المتحدة الأمريكية والبنتاغون على وجه التحديد، نحن لا نتحدث عن الدولة إنما عن البنتاغون، سيقدم المزيد من المساعدات إلى حين أن يرى زيلينسكي الوقت المناسب لبدء التفاوض وشروط التفاوض. وعندما أتى زيلينسكي مباشرة إلى قمة الـ20، وجدناه يضع 10، كما هو معلوم، 10 شروط للمبادرة الأوكرانية. إذن جون كيربي الذي قال الكرة كلها لدى زيلينسكي ولا يمكن فرض أي شيء على زيلينسكي، لأنه هو أيضا لا يقبل ذلك من جهة، وثانيا وهذا هو المهم أن الظرف قد لا يجده مناسبا. وعندما قال زيلينسكي ما قاله لقمة الـ20، اتضح كل شيء بأن لعبة الدي آي إي والبنتاغون تخالف لعبة السي آي إي. عندما أتينا إلى السي آي إي وجدنا أن ويليام بيرنز، ولأن أمامه ناريشكين، فأمامه رجل استخبارات الخارجية الروسية من 2016، هو ابن البلطيق، هو ابن لينينغراد أو سان بيترسبورغ. فعندما نرى أن البلطيق هو الأساس في كل ما يجري، ونجد الرئيس يركز على قضية البلطيق من الاتجاه الآخر، خصوصا في مجموعة الـ20، وأمام ما وصل مع الصينيين إليه،
فإن مسألة بحر البلطيق على أساس أنه بحيرة للناتو أصبحت محسومة، وعندما التقى أيضا مع أردوغان صرح بأن تركيا خلف السويد، والكل يعني أن الصين وتركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية في البلطيق، والرئيس الذي هو ابن السي آي إيه الذي لا يعلمه الكثيرون أن الاسم الكودي نشرناه في وقت سابق لابن السي آي إيه جو بايدن ابن السي آي إيه، فقدم الدعم الصيني والتركي دفعة واحدة لبداية المفاوضات على أساس البلطيق وعدم الحسم في باقي النقاط. ماذا حدث بعدها؟ وجدنا مباشرة الطائرات بالتيو 95 تقصف وبشكل مباشر على نقط في كل من نيكولايف وأيضا في بولتافا، سومي، خاركيف، كل هذه المناطق، أي المناطق التي هي في شرق أوكرانيا. القصف كان محددا في شرق أوكرانيا دون المساس بكييف، لأن مثل هذا سيثير كثيرا من الضجة، رغم أن الكثير قال أيضا أن إمكانية قصف كييف محتملة بعد الفشل أو محدودية النتائج. ليس هناك شيء اسمه الفشل، إنما دائما هناك لقاء محدود النتائج وهناك لقاء مثمر وفيه نتائج أكبر. ولهذا فاللقاء الذي كان بين ناريشكين وبين ويليام بيرنز كان واضحا أن اللعبة كانت بهذا الشكل الذي ذكرناه، وكان الرد مباشرة على التصريحين، على تصريح البنتاغون عبر جون كيربي وعبر زيلينسكي، وقد تحركت وبشكل مباشر الدي اي اي في كل ما يتعلق بحرب أوكرانيا، فلا يمكن أن تسمح الدي اي اي أو استخبارات البنتاغون أن تقفز المخابرات المركزية وهي التي تنجز وقف إطلاق النار. لذلك فهي تدعو إلى أن زيلينسكي وتكون خلفه الدي اي اي هو من يجب أن يصل إلى النتائج والاستنتاجات التي يريدها، وآنذاك يمكن إنجاز العملية. يعني الميدان هو سيد الحالة، وفي هذا الظرف على وجه التحديد كانت الإجابة ميدانية، لم يتحدث أحد، وإنما خرج الروس ليؤكدوا عن هذه اللعبة بين السي آي إيه والدي آي إيه لا يمكن أن تكون مع روسيا، وبذلك قصفت كما ذكرنا في أكثر من موقع في وسط وشرق أوكرانيا من أجل إرسال الرسالة الواضحة للغاية بأن الذي يريد أن يتحدث باسم الدولة الروسية فعليه أن يتحدث باسم الدولة، وليس هناك البنتاغون يتحدث من جهة والسي آي إيه تتحدث من جهة أخرى. المسألة الثانية، الكل يريد اليوم ربح أمرين اثنين بالنسبة لبايدن يعتبرهما نجاحا، عودة قيادة العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن وصل الأمر بالصينيين إلى إبعاد خيار أن يكونوا إلى جانب الحرب في أوكرانيا أو إلى جانب روسيا في هذه المرحلة، وأن تجميد خيار العسكري في تايوان حتى لا يختلط الوضع، لأن الأمريكيين يسلمون الآن بأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين والصين الواحدة، وكل هذا عبر عليه لأكثر من 3 ساعات السيد بايدن. السيد بايدن أتى ليقدم كل ما يريده الصيني على مستوى تايوان على أساس إدارة التنافس وعلى أساس عشرات البروتوكولات بخصوص تايوان، وهنا أبعد خيار العسكري في تايوان كي لا يلتحق بالخيار العسكري لأوكرانيا، ومن الضروري بالنسبة لبوتين التراجع، وهذا الذي خلقه على الأرض إذ وصل إلى الحد الأدنى الذي يمكن الدفاع عنه من جهة سياسية. الأمر لا يتعلق بالعسكرية إنما بالمعادلة السياسية على وجه التحديد، وهنا لا يمكن أن يكون هناك تنازل، لأن من الصعب جدا حاليا إلا أن يدفع
زيلينسكي المزيد من الثمن من أجل الإقرار بأن المفاوضات ضرورية وأن وقف إطلاق النار ضروري على الحدود الحالية، ولا يريد الأمريكي أن يستبق الوضع وأن يقدم نفسه على هذا الأساس. فيما السي آي إيه رأت أن تستبق الأمر والذي سيخلقه هي استخبارات البنتاغون وبينهما زيلينسكي، فالذي يتقدم لمعرفة ما يريده الروس وما يقررونه وما هي خرائطهم كان واضحا أن الأمر يتعلق مباشرة بالسي آي إيه. وآنذاك القرار لزيلينسكي، والقرار لزيلينسكي ستحميه DIA واستخبارات البنتاغون، ومن ثم البنتاغون والجيش الأمريكي. إذا أمامنا هذا التصور لتدقيق ما يجري الآن، ولذلك أتى القصف الشديد على أوديسا وعلى هذه المناطق التي رأى الأمريكي أن غير قابل لتجاوزها ببساطة شديدة، لأن الروس لن يستطيعوا العودة إلى أوديسا وإلى هذا الوضع باتجاه مولدافيا. كل هذا حسم وضعه انطلاقا من التقدم الذي حدث باتجاه الكرم أساسا، فإن مست مولدافيا أو أوديسا سنجد مساس بالهايمارس مباشرة للكرم وفي عمق الكرم وإلى سيباستوبول، وبذلك فخلق التوازن الذي حدث ميدانيا هذا هو السبيل. لكن الأمر الآخر هو TU-95 عندما وجدناها تقصف وبشراسة للغاية بالنسبة لوسط وشرق أوكرانيا، وتصفية الوسط والشرق الأوكراني وقطع الإمدادات والقصف المتوالي، هذه إجراءات على الأرض الآن ميدانية، ويصعب بأي حال أن يستطيع أحد أن يتدخل، لأن الأمر في حدود هذه اللحظة هي هايماس لا يتقدم باتجاه شرق أوكرانيا وخصوصا إلى خيرسون، وهذا مهم جدا. وإن حدث أنه في خيرسون فاليوم يجب سحق ما يسمى بالسجادة أو السجادة الحارقة أو هذا القصف بشكل واسع وشامل، وهذا هو المتوقع الذي حدث كرسالة مباشرة بعد اللعبة التي أحدثها الأمريكيون ما بين استخبارات البنتاغون ولعبة جون كيربي وما قاله ويليام بيرنز وكيف بدأ بالبلطيق، لسبب لا بد من إشارة هنا إلى أن سيرجي نارشكين هو ابن لينينغراد، ولذلك فإن صمود لينينغراد وهو يحب أن يقول في كل الجلسة أن يقول لينينغراد ولا يقول سان بيترسبورغ، وفي الحالتين يعني أن الأمر يتعلق بالقديس أو بالملكي الروسي أو بلينين، فهذا تاريخ واحد على الأقل حسب سيرجي. وبالتالي فإن ما جرى الآن هو صعوبة هذا التأمين الذي وقع لزيلينسكي في مقدمته CIA وخلفه DIA، وهذه اللعبة المركبة كلها لأجل القول أن من الصعب التقدم من جهة أو خلق حدود أخرى، الحدود الحالية هي الحدود النهائية، أو أن الأمر قد يصير إلى انقلاب جديد. وهذا ما كان متوقعا أيضا من جنرال بريطاني ريشارد دونات، عندما سنجد أن هذا الجنرال أكد بقضية القصف، قضية القصف بأنها ضرورية على الأقل للعودة إلى الأجواء، ولكن بالنسبة للوصول إلى كييف فهذا شيء محتمل. لكن الصدمة التي وقعت اليوم أن هناك الآن 777 التي دمر فيها أكثر من 6 منصات، وهذا هو التطور الاستثنائي الذي حدث اليوم، والذي يحاول اليوم الروس خلق التراكم الضروري مرة أخرى من أجل الرؤية الهجومية التي ستبقى إلى حدود اللحظة دفاعية بالنسبة لروسيا مع هجومات متكررة عبر سلاح الجو، أي المزيد من القصف
وهذا هو المحتمل في الأفق القريب. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.